اهلا بحضراتكم من جديد. متواصلين معاكم في الحساب بالورقه والقلم لاخطاء الحكام وبشهاده خبراء التحكيم والفقهاء. اذا كان فعلا الناس بتتحجج دلوقتي على انه الاهلي مش بس بيتجامل صوت وصوره ده الصوت والصوره لخبراء التحكيم، فانت عندك اربع نقاط ضاعوا من الاهلي بسبب اخطاء التحكيم وبشهاده الشهود وبشهاده الخبراء، مش راينا احنا. فاللي عايز يناقشنا واللي عايز يتكلم بموضوعيه وبراي خبير محايد اهلا وسهلا، لان انا هقول لكم انه حتى الزمالك، يعني اذا كان الاهلي خسر اربع نقاط بفعل تحكيمي واضح جدا، الزمالك كمنافس مباشر يشكو ويشير الى مجاملات التحكيم لصالح الاهلي وان المنافسه والمسابقه افتقدت تكافؤ الفرص. لا، عندك يا سيدي ثلاث نقاط الزمالك اخذهم السنه دي بدون وجه حق، مش براينا بشهاده خبراء التحكيم ايضا. يمكن المباراه الاخيره للزمالك مع اسوان الزمالك اتكلم على انه ليه ضربه الجزاء وخبراء التحكيم قالوا اسوان كان له ضربه جزاء في الحالتين، لكن بخلاف مباراه اسوان المختلف عليها لا، الثلاث نقاط اللي الزمالك اخذهم من التحكيم السنه دي. الزمالك بيلعب مع بيراميدز، المباراه انتهت 1-1، يعني الزمالك خد نقطه. لو اتحسب الهدف الملغي لبيراميدز كان الزمالك فقد النقطه، كانت بقت هزيمه مش تعادل 1-1. طب هو الغاء مستحق الاول ولا لا؟ هل هو الغاء مستحق الهدف بيراميدز ولا لا؟ راي الكابتن سمير عثمان. انا بالنسبه لي الكره دي هدف سليم، وهقول لك ليه هدف سليم من وجهه نظري انا. طبقا بتاع اما نيجي نبص يا كابتن احمد هتلاقي رجل مدافع نادي الزمالك داخله مع خط السكس ياردة، اما نشوف كتفه هتلاقي كتفه هو اللي مغطي بجزء بسيط جدا، كره بسيطه. لا انا شايفه ان خط الفار هو اللي مش محطوط صح، لان خط الفار اللي اتشاف في الملعب محطوط على رجل لعيب نادي الزمالك، انما الخط اعتقد اللي لازم كان يبقى مظبوط. خلي بالك لعيب نادي الزمالك لما ادينا خط كده هتلاقي ده يعتبر موازي داخل الستة ياردة، انما في الكوره دي اما نلاقي الكتف هو هتبقى اخر نقطه، طالما ان هي اخر نقطه يبقى لعيب نادي بيراميدز اللي احرز منه الهدف ده كان فوق. احنا ليه بنقول الصوت والصوره؟ لان دي الصوره اللي بيشوفها الفار. احنا مش بنتكلم على الحكم دلوقتي اللي في الملعب، دي الصوره اللي بيشوفها الفار. طب هما تروح تبص على الفار وتقول لنا ايه الحكايه؟ ادي بونت. طيب الزمالك بيلعب مع انبي، المباراه انتهت بفوز الزمالك 2-1، الزمالك استفاد بنقطتين. لو كان الامور التحكيميه مشيت زي الكابتن سمير عثمان ما هيقول، المباراه مش هتنتهي بفوز الزمالك لانه في بنالتي صحيح لانبي للاسف لم يحتسب، وهنا الراي للكابتن سمير عثمان. طبعا هنا في خطا، يبقى هنا في خطا على نادي الزمالك. الحاجه الثانيه عاوزين نعرف هي بره ولا جوه. بس هنا الحدث حدث، الخطا الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا مبينينها. طالما الحدث حدث على الخطوط، الخطوط من ضمن المناطق، يعني خطوط 18 دي منطقه الجزاء، خطوط 6 ياردة من داخل منطقه 6 ياردة، طالما الحدث هنا على خط يبقى هنا لازم نحتسب ركله جزاء. دفعه واضحه جدا اسقطت اللاعب، وبرضه ما حدش خد راي الفار واسقطت العداله. واسقطت العداله معها طبعا، لان في كذا ادي كمان نقطتين. اذا الخلاصه دي كلها بالورقه والقلم يا جماعه، الاهلي والزمالك دلوقتي وهم في صداره الدوري، الاهلي الاول والزمالك الثاني 20 نقطه، ال 20 دي فيها سبع نقاط اتاثرت بالتحكيم، الاهلي ضاع منه اربعه والزمالك استفاد بثلاثه. لو انت بتتكلم بالورقه والقلم وراي الخبراء مش راينا، في سبع نقاط مؤثره في صداره الدوري. الاهلي لا اشتكى ولا بكى ولا قال حتى اللي قاله الكابتن او الاستاذ محمود معروف. استاذ محمود معروف كان ضيف في قناه الزمالك امبارح، فقال لك ما هو الاهلي من ساعه لما اتقال يا بيراميدز الاهلي ما بيكسبش، كان بيكسب الاسيوطي، لما بيعمل او من ساعه لما اتغير لبيراميدز والاداره الاهلي ما كسبش بيراميدز ابدا، وكلام على انه قوه بيراميدز. واحنا بنتكلم في التحكيم، بيراميدز هذا الذي تاسس فقط لمكايده الاهلي، تاسس فقط لمكايده الاهلي، وكلكم عارفين القصه، فضلت القصه مستمره حتى لما بيجيب لك حكم اجنبي كنا عارفين كله جاي من الدوري السعودي وبيرجع للدوري السعودي يكروت الكروته ويمشي، وشفته بالوقائع. برضه مش هنستند لراينا يلي بتتكلموا على الاهلي والتحكيم، الاهلي وبيراميدز يا استاذ محمود على ذكر الموقف بالتحديد، لعب الاهلي مع بيراميدز
أربع مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر. الأهلي فاز مرة، بيراميدز فاز ثلاث مرات منها مباراة في الكأس، اتعادلوا مرة واحدة. الأهلي سجل ثلاثة وبيراميدز سجل خمسة، أو الحكام سجلوا خمسة الحقيقة. كلنا عارفين ذكرى بيراميدز وتفاصيلها، يا لجنة الحكام اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها كانت بتطلب الحكام مطلوبين ليكم تحديدا، انتوا بتبعتوا التذكرة او يمكن ما بتبعتوهاش كمان. القصة وما فيها برضو مش رأينا. الاهلي بيلعب مع بيراميدز، الحكم ضربة جزاء واضحة للاهلي وتغاضي عن طرد علي جبر في هذه المباراة اللي اقيمت 4 يناير 2019 ادارها الحكم الصربي دانييلو جروجيتش. وما تفهموش، ورونا اسماء غريبة، عرفونا بدول بيجيبوا منها حكام غريبة. والاهلي كان بيقول لهم يا عم هات حكم اجنبي من دولة كبيرة، روح هات لحكم انجليزي، حكم فرنسي، اسباني، ايطالي، لا راحوا لسكك كده غريبة جدا، مرة كرواتي، مرة صربي، مرة معرفش ايه. وكلكم عارفين القصة وما فيها كانت ماشية ازاي. بس في هذه المباراة اللي الاهلي خسرها من بيراميدز 2-1، او الاهلي خسر من الحكم الصربي 2-1، تحدث الكابتن احمد الشناوي انه في ضربه جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي وتغاضي عن طرد علي جبر مدافع بيراميدز. نشوف الكابتن الشناوي. في خطا تم، وهي لمسه اليد اللي هتشوفوها دلوقتي، لمسه اليد علي جبر اهو بالشكل ده اهو، خلاص هنا كده. ده مين اللي منع ازارو من تملك الكره؟ قدم علي جبر ولا ايده؟ ايده. اذا ايديه منعت تملك ازارو من يلعب الكوره. لمسه يد واضحه لا تحتاج لا التقدير ولا تجيش، ده ما تقوليش تعمد، يعني ما فيهاش حاجه لازم تتحسب. ما حسبهاش وكان لازم انذار لعلي جبر وما اداش الكلام ده. نشوف الحاله اللي بعد كده برضو قرار متاخر. بص انا جايب لكم اهو، نقف هنا. قدم مين على مين هنا؟ علي جبر على الاحمر. الشرب الابيض على الاحمر ولا لا؟ النهارده القدم ده اللعيب بيتحرك لما ثبت رجله. طبعا كلكم كباتن ولعبت كوره، اللاعب عشان يتحرك اول ما هيعمل جسمه لقدام كده عشان ينقل رجله ورجله متثبته لازم يسقط في الارض، وبالتالي هنا خطا واضح وركله جزاء. صوت وصوره ودليل طرد لعبه مش واعده، يعني ايقاف لعبه محققه للانفراد بالقدم والايد، وهو اخر مدافع، هو اخر مدافع ما اتحسبتش حاجه، وفي نفس الوقت ضربه جزاء. وكان في واحده ثانيه على فكره في الماتش ده ما اتحسبتش برضه. ما احنا بنجيب اللي تم الاتفاق عليها من المحلل التحكيمي على فكره التحكيم. هو الثانيه متفق عليها بس ما اتعرضتش للكابتن شناوي. استوديوهات ثانيه جابتها. طيب المباراه الثانيه الاهلي لعب مع بيراميدز 18 ابريل 2019 يا استاذ معروف. هنا بقى جت الكروات على اصولها، الحق هات لهم الحكم الكرواتي ايفان بيبيك وهو هيخلص المطلوب. فبيحسب بيراميدز بيكسب 1-0، لكن الحكم عمل ايه؟ عمل مصيبه. مش راينا، راي الكابتن سمير عثمان. لا طيب ولا الاول خلينا ناخدها واحده واحده. هل هي لمسه يد ولا ماشي لا؟ اوكي اتفضل. هو هنا اللعيب بتاع يا جماعه بسرعه اهو، بس لمسة كده يد. لمسه يد. طيب. بس احنا عاوزين نقول بس حاجه، متفق الأول. متفق مع حضرتك، بس عاوزين نوضح حاجه برضه عشان الناس اللي بيسمعوا. اتفضل. من ضمن المعايير بتاعت لمسه اليد، لو اللعيب هو لعبها في جسمه ما تعتبرش لمسه يد، يعني من رجل ايد. بس مش كره زي دي. ليه؟ ليه بقى؟ ايده ده مش وضعها الطبيعي خالص يا كابتن اسلام. انما انت برافو عليك، انما انت انا جاي بوقف الكوره فوقفها مثلا على رجلي اتخبطت في ايديا خلاص، وايدي جنب وايدك جنبك. انما هنا في ريسك، انت بتاخد ريسك، انت بتشوط الكوره ومش طبيعي وانت بتشوط الكوره برجلك الشمال تبقى ايدك اليمين مرفوعه بالعلو ده والارتفاع ده. يبقى رقم واحد في لمسه يد. تمام. اول حاجه في لمسه يد. تمام. لا هنا طبعا في لمسه يد متعمده. طيب من داخل ولا من خارج؟ هي انا عاوز اشوف كاميرا، انا مش قادر احدد بصراحه من الكاميرا. بس احنا ممكن نسهل شويه، لو الكره دي على الخط بص من هنا. تهيألي جوه، يعني اصل رجله واقفه على كابتن اسلام. الكره دي على خط ال 18، يبقى الكره دي ركله جزاء. يعني الكره دي والنبي ايه؟ يعني طب قولوا لي، يعني واحد بيعمل كده ده ولا يعني باليه يعني فرط البجع ولا